عم يا زينب وين نعم اخذتينا؟ عادل، محورنا لهذا اليوم يتحدث عن أهمية القراءة ومجلات الأطفال، تسليط الضوء على مجلات الأطفال في العراق ودورها في تنمية ذائقة الطفل. سيكون معنا ضيف مختص بمجلات الأطفال، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير برفقة علي الحلفي. تعد مجلات الأطفال أداة ثقافية وتربوية وترفيهية، فهي تقوم بمهمة نقل وغرس القيم والمبادئ والمعايير والسلوك من خلال التعبير اللغوي والصور الذهنية التي تنمي الطفل بالأفكار التي تؤكدها له وتقنعه بها من خلال قصصها وموضوعاتها وأبطالها. مجلتي والمزمار يعني بالذات طبعا لهم دور كبير للطفل، بالرغم احنا نتمنى انه هي تصل العدد، يعني تنطبع بعدد كميات كبيره حتى توصل لاكبر عدد من الاطفال، لان هي كلش مهمه للطفل بما فيها من ابواب عديده، منها ترفيهيه وتعليميه وبها ايضا اشياء بها الغاز وهاي الامور والرسوم اللي بها المتنوعه، وايضا هي تثقيفيه للطفل، ويعني تعلمهم لغه الحوار بها سيناريوهات، ايضا تعلمهم اشياء يعني تفيدهم بالمجتمع اكيد. تاريخ مجلتي والمزمار والسلسله القصصيه تاريخها عريق منذ 1969، فكان اقبال عليه كلش قوي، فهذا دلاله على انه رغم الانترنت ورغم المغريات بالنسبه للاطفال والتكنولوجيا اللي دخلت، لكن باقي متمسك بالكتاب والقصص اللي تخص الطفل. تتميز هذه المجلات بقدرتها على تشكيل ذوق الطفل والمساهمة في تكوين شخصيته، فإنها مسؤولة إلى حد كبير عن تحديد نوعية وملامح هذه الشخصية مستقبلا، وهذا يجعلها على قدر كبير من الأهمية. بالنسبة لنا احنا كثقافة الطفل، وبما انه احنا نصدر مجلتين هي خاصة بالطفل والعمرين مختلفات لاعمار مختلفة، مثلا مجلتي لعمر من 12 الى العفو من 6 الى 12 سنة، والمزمار من عمر 12 الى 17 سنة، هاي الاعمار مختلفة. الطفل ومن 12 الى 17 هو عمر الفتيان. الموضوعات اللي بيها تختلف، طبعا مجلتي موضوعاتها تختلف تماما عن موضوعات المزمار، طريقه الطرح فيها، طريقه طرح القصه، طريقه طرح السيناريو، طريقه طرح اي موضوع، حتى طريقه الرسم فيها تختلف. ممكن شلون نشتغل بيه؟ نشتغل بيه من خلال المحررين، يجي النص القسم التحرير وكانه احنا نشبهه بالمطبخ، مطبخ التحرير، هنا يعدل الناس ويعرض على مختصين حتى يتناسب مع ثقافة الطفل العراقي، ومن ثم يذهب إلى القسم الفني يرسم ويصمم. تعرف أنت حضرتك يعني الطفل يحب الألوان والتصاميم اللطيفة، وبعدين يعرض على السيد المدير العام حتى يتلقى الطفل بكل شفافية وبكل يعني معلومات صادقة وأمينة وموثوقين من عندها. يعني لبرنامج صباح الخير يا عراق، علي الحلفي، بغداد.